يتكلم بعفوية وبكل حرية. اليوم صوتك مسموع عبر كبريتي. انا كنتفرج في قناه الكترونيه اكثر من كنتفرج في التلفازه حيت سهلتنا الامور التكنولوجيه وصافي كنجبر كلشي ساهل كتدخل دغيان كلشي موجود. التلفازه قليل فاش كنشعل يعني اغلبيه كنشوف التليفون ساهل كنشوف دغيا كنشوف الاخبار كنشوف من ناحيه الانترنت كيجيوني يعني ساهل في اي ساعه نقدر نشوف الاخبار يوصلوا لي في اي ساعه. انا كندخل القنوات الالكترونيه باش كنتفرج في البرامج اللي فاتوني لحسن ديك المرات كلشي عندي الوقت باش نتفرج التلفازه كنمشي للقنوات الالكترونيه باش كنعاود الحلقه اولا كنشوفها الا فاتتني ولكن احسن انا كنفضل التلفازه. هما راه بجوج يعني اول حاجه نخدم بجوج من القنوات الالكترونيه وكذلك من التلفازه واني مؤخرا وكذا ولا الاقبال بزاف على القنوات الالكترونيه حيت هي ولات قريبه للشباب بحكم الانترنت الشباب تا هو تقرب للانترنت اكثر وهي مزيانه صراحه دايره مزيانه حيت تخلي الشباب يزيد يكتشف شويه بعض الامور بعض المواضيع اللي ما يمكنش التلفازات اللي هي وطنيه تعالجها. زوم 7 يعني كيف ما خاصها تكون يعني خاص تكون فيها مواضيع اللي كتطرق يعني الحوايج اللي كيخصوا المجتمع يعني مواضيع اجتماعيه الاغلب وتكون كتخص بالخصوص الشباب يعني لان حنايا واحد الفئه يعني اللي الا جيتوا تشوفوا يعني تقريبا مازال ما عندناش بزاف الاساسيات باش نطوروا الاساسيات المهمه بخصوص الشباب. يعني شفنا الحاجه اللي تفيد المجتمع وصافي الحاجه اللي من يستافد منها كاين يعني بزاف ديال القنوات كيجيبوا لك شي خباص ما كاينينش كي كوبي كولي فهمتي كيشبعوا الحاجه من هنا بلا ما يكون يعني المصدر ديالها موثوق كيسيبها لك يعني بغينا شي حاجه تكون يعني موثوقه وصافي. زوم 7 بغيت تقدم لنا برامج سياسيه وبرامج ثقافيه على طنجة. زوم 7 كنبغيو تكون هي شموليه كنبغيوها تبسط المعلومه للمواطن كنبغيها تكون المعلومات ديالها دقيقه جدا لان في هذا العصر هذا المواطن كيشتكي من تعارض وتفاقم المعلومات وتعارضها تبسط له المعلومه وفي نفس الوقت انها تؤدي واحد الوظيفه اللي هي شموليه في مجال الثقافه والاعلام والسياسه والاقتصاد وخاصه انهم خصهم يتكلموا بواحد اللغه اللي كتوصل للمواطن. تكون مواضيع في المستوى ونتمنى تكون من الله ان شاء الله تكون في الاقبال الجامع وصافي. طبيعه الحال مواضيع سياسيه اجتماعيه مواقع تكون اصلا داخل فيها شي حاجه دينيه نعاود الشباب نصحوا الشباب ونتمنى ان شاء الله يكون فيها خير ان شاء الله الشباب. كنتمنى ان هذه القناه يعني تخدم الراي المواطن باش ان توصل له بزاف ديال المعلومات انها تكون شامله يعني تعطينا كل ما هو ثقافي ما هو اجتماعي ما هو سياسي يعني تكون شامله لجميع المواضيع اللي يمكن لها تنفع المجتمع.